اليمن يستكمل الجيش الوطني اليمني انتصاراته في محافظة الجوف ويسيطر بعد معارك عنيفة مع الميليشيات على جبل القعيطة في سلسلة جبال جبهة حام شمال شرق مديرية المتون. في ذات الإطار أكد ناطق رسمي للجيش الوطني اليمني العميد عبد مجلي أن الجيش مسنودا بالتحالف حقق انتصارات هامة وحاسمة في محافظة الجوف، أهمها تحرير أجزاء كبيرة من مديرية خب الشعف التي تمثل الجزء الأكبر من المحافظة، مضيفا أن الميليشيات أصبحت في حالة تقهقر وانهيار تام بسبب خسائرها خلال المعارك الأخيرة، مؤكدا أن قوات الجيش في اتجاهها نحو سوق الثلوث والذي بتحريره ستحرر مديرية خب الشعف بالكامل. هنا محافظة الجوف، وهؤلاء جنود اللواء 22 التابع للجيش الوطني. أما الهدف القريب فهو السيطرة على مديرية الزاهر التي تشكل مع مديرية برط العنان آخر معاقل الحوثيين في محافظة الجوف من جهة محافظة صعدة. التقدم أسفر عن إحكام السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية مثل جبل القعيطة وجبل عنبر وجبل الربطة والجبل الأحمر. نحن الآن في حام إن شاء الله، في تقدم الجيش الوطني إن شاء الله يتقدم ويأخذ التباب اللي التي شرق تبة الشهيد التي العدو متمركز فيها، إن شاء الله نأخذها فيما بعدها إن شاء الله إلى جربان وإلى ما بعدها إن شاء الله من المواقع. التحالف الآن بدأ يضرب الطيران، ضرب عربات ومجاميع، ونحن إن شاء الله الآن نغطي تغطية نارية بعد قليل، وإن شاء الله بإذن الله يتم النصر. التقدم باتجاه مزارع مديرية برط العنان في أقصى شمال محافظة الجوف والمحاذية لصعدة رافقه تقدم باتجاه آخر مرتفعات سلسلة جبال حام في الشمال الغربي، وبهذا لا يتبقى للانقلابيين سوى الفرار إلى جبال صعدة. تم ضرب 5 ضربات موجعة للعدو، وتم السيطرة من خلالها على عدة مواقع، تم التقدم عليها، وإن شاء الله سوف يتم السيطرة على جبل الربطة وجبل الأحمر الذي سوف يؤدي الخط إلى مديرية الزاهر بعون الله. التقدم الأخير جاء استكمالا لتحرير اليتمى، مركز مديرية خب الشعف كبرى مديريات الجمهورية اليمنية، وكذلك تأمين الطريق الدولي الواصل بين محافظتي الجوف وصعدة والمملكة العربية السعودية. مع لواء 22 مشات أنهي جولة الخاصة على تخوم مديرية الزاهر شمال شرق محافظة الجوف. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.